بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم، متابعينا الأعزاء ومستمعينا الأفاضل، تحيتنا تتجدد انطلاقاتنا في هذا الصباح، حيث منافسات وتحديات سن اللقاية التي تنطلق على أرضية هذا الميدان، وهو ميدان الوثبة عاصمة ميادين سباقات الهجن، لينطلق شوطنا السادس بحفظ من الله وتوفيق، ويحمل تحديات البكار من فئة المهجنات الأصايل. نتمنى التوفيق ونجاح لجميع المشاركين. مباشرة نسير إلى المركز الأول وإلى صدارة الشوط لأجد أفراح لعلي بن سالم بن علي بن شرارة الاكتبي، بينما المركز الثاني أبرار لسيف بن محسن بن مسرية الهاملي، بينما انتقل للمركز الثالث هناك جنى لسعيد بن منانة بن غدير الاكتبي، بينما المركز الرابع رقد لنايف بن أحمد برحمة الشامسي، بينما المركز الخامس نتأخر لنتابع المركز الخامس ووصول جميل ورائع للغاية من جود العبيد بن حمد بن عفصان المنصوري، بينما المركز السادس هنا انطلقت وتحركت في هذه اللحظات رموز لسالم بن عبد الله بن مصبح راعي الطير العامري، بينما المركز السابع تبوك لمحمد بن سليمان بن سالم العطوي، بينما المركز الثامن وثامن المراكز هناك مع انطلاقة المركز الثامن في هذه اللحظات بدأ التدخل والانطلاق هنا في هذه التحديات المميزة. هذه على المركز الثامن الذيبة لعيد بن نجم بن سالم سليمي العطوي، بينما المركز التاسع وصلت في هذه اللحظات شهد لركان بن محمد بن سعيد بن السهران العمري ياتي من خلال هذا الحضور الجميل، بينما انتقل في هذه اللحظة للمركز العاشر فأجد حضور هناك على المركز العاشر من بشاير لمحمد بن سويد بن قشمان المنصوري. هكذا هي النتيجة، هكذا هو النداء، هكذا هي النتيجة المبدئية لأيضا تحدياتي ومراكزي هذا الشوط. ولكن نعود إلى المركز الأول وإلى صدارة هذا الانطلاق المميز هنا من خلال وجود هذه الأسماء. نعود إلى المركز الأول، نعود إلى رقد، رقد اللي على الصدارة اللي على المركز الأول لنايف بن أحمد درحمة الشامسي، يتقدم الشامسي مع إشراقية شمسي هذا اليوم ليكون حاضرا مع رقد، رقد اللي على المركز الأول. لكن المركز الثاني حضور جميل وانطلاق مميز هنا في هذه المنافسة وفي هذا التحدي من أبرار، أبرار لسيف بن محسن بن مسري الهاملي يتحرك بشعاره على مركز الوصافة، بينما المركز الثالث جنى لسعيد بن منانة بن غدير الاكتبي يتحرك في هذه اللحظات مقدمة لانطلاقتي واندفاعتي هذا الشعار بمنافساتي وقوتي وتحدياتي هذا المعترك الجميل، بينما انتقل هنا للمركز الرابع، رابع المراكز في هذه اللحظات. من اللي وصل؟ من اللي تحرك؟ من اللي تقدم على المركز الرابع؟ هنا تحركت فيها هنا الذيبة لعيد بن نجم بن سالم السليمي العطوي، وصل العطوي قادما بهذا الأداء الجميل هنا في هذا الاندفاع الجميل والتحديات رائعة على أرضية هذا الميدان. ركز يا مشعل وتابع الأداء، أهالي تبوك يطالبونك بالسلام ونقطة من أرضية هذا الميدان. وصل، وصلت رموز لسالم بن عبد الله بن مصبح راعي الطيرة العامري، وصل راعي الطيرة، وصل راعي الطيرة، والكل يصل، والكل يصل من أجل الفوز ومن أجل الانتصار. هناك أيضا القدوم من شهد لركان القادم ركان بن محمد بن سعيد
العمري 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 وصل ايضا بهذا الانطلاق، وكذلك تبوك هنا بشعار محمد بن سليمان بن سالم. العطوي ايضا قادما بهذا الاداء بهذا المسمى تبوك، وتبوك الورد كما يقال عنها دائما في عالم هذه الرياضة. إذا مشاهدينا الأعزاء وصلت أيضا هناك فرحة ولا متعبة، هذه متعبة لعبد الله بن مبارك بن عامر الإحبابي، وتحرك تضبها لراشد بن بخيت بن علي بن مقارح. بن مقارح مرحبا مرحبا بهذا الشعار، مرحبا بهذا الشعار، شعارك يا بن مقارح القادم والمعاصر لهذه الرياضة. يصل في هذه اللحظات ما شاء الله 1500 متر ما تبقى عن النهاية، ما تبقى عن النهاية، ولكني بعود إلى المركز الأول، إلى التغييرات التي طرأت وجرأت على المركز الأول، وإلى رغد اللي على المركز الأول وعلى الصدارة هنا بشعار نايب بن أحمد بن رحمة الشامسي. لكن هنا من الجانب الآخر، من الجانب الآخر، من الجانب الآخر، هنا الذيبة 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 الذيبة، وخلت ذيبة يا الذيبة، هنا عيد بن نجب بن سالم سليمية العطوي، ولعت 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 المنافسة ما بين الأسماء. المركز الثالث هنا أبرار سيف محسن بمسرية الهاملية. المركز الرابع وصلت هنا ملهمة لعلي بن محمد بن سالم الجابرية، وتحركت براقة لسعيد بن عبد الله بن جمعة الشيدية. وصل الشيدية، وصل الشيدية، ولكن العطوية 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 راعي سمران يقدم هنا في هذا الإبداع. هذا راعي سراب، هذا راعي سراب يتسرب كالسراب وينطلق إلى هذا الإبداع مع الذيبة. الذيبة عيد بن نجم بن سالم سليمية العطوية العطوية. أبناء المملكة، أبناء المملكة، أبناء تبوك الورد، أبناء تبوك هنا مع الإبداع مع الانطلاق مع القوة، ولكن المحاولات من رقد لنايب بن أحمد بن رحمة. وصلت براقة سعيد بن عبد الله الشيدية، لكن وين؟ يا سلامي عليكم يا السعودية، يا ديار الشيم، يا دار الأبطالية، خلاص خلاص خلاص، إلى تبوك الورد والسلام من عاصمة الميادين إلى 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 تبوك كل وردة. مشكور يا أبو سلمى، مشكور على إبداعاتك وانطلاقاتك مع الذيبة. عيد بن نجم بن سالم سليمية العطوي تانينا، والناموس المركز الثانية. هناك وصلت براقة سعيد بن عبد الله بن جمعة الشيدي المركز الثالث، كانت مع هناك القادمة مع اندفاعات شعار برحمة من وصل مع المركز الثالث في هذه اللحظات. رقد نايب بن أحمد برحمة الشامسي المركز الرابع، كانت مع المركز الرابع عزوم بارك بن حامد بن متعب العامري، والمركز الخامس كان مع الدخول والأداء الكبير. لكني بعود إلى التوقيت الزمني 7:33 وجزئين من الثانية. تهانينا لمالك الذيبة عيد بن نجم بن سالم سليمي العطوي وسلام، تبوك الورد سلام على هذا الفوز. 7:34 ثلاثة أجزاء من الثانية هو توقيت المركز الثاني، واللي كانت مع أيضا انطلاقة براقة سعيد بن عبد الله بن جمعة الشيدي ثالث المراكز. 7:35 جزءا واحدا من الثانية كانت مع رقد لنايف بن أحمد برحمة الشامسي. تهانينا وناموس لجميع الفائزين.